تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، قام سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، وبحضور كل من سعادة النائب أحمد الدمستاني وسعادة النائب محمود البحراني عضوي مجلس النواب، بزيارة إلى قرى المنطقة الغربية لتفقد احتياجات الأهالي من خدمات الكهرباء والماء. وخلال الزيارة تم تدشين محطة صدد لنقل الكهرباء بجهد 66 كيلو فولت، والتي تأتي ضمن مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء لجهدي 220 و66 كيلو فولت للسنوات القادمة. وسيساهم هذا المشروع في تزويد المحافظة الشمالية وبالأخص قرى المنطقة الغربية بالطاقة المطلوبة، ويعزز من اعتمادية وأمن منظومة الشبكة الكهربائية بالمملكة. هذا وقامت مجموعة الشركات العالمية الرائدة بتصنيع وتوريد وتركيب وفحص الأجهزة والمعدات لهذه المحطة. يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الرئيسة التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء في المملكة في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى، ومتابعة سمو رئيس الوزراء وبدعم وإسناد من سمو ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الموقر، وذلك لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتها لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، وتوفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة. هذا وقد استعرض أصحاب السعادة النواب ورئيس وعضو المجلس البلدي لبلدية الشمالية احتياجات المنطقة وسكانها من الخدمات.